ثم تحدثنا عن العلاج حتى كان أحدهم يناقش من هنا قال من هنا ذا؟ قلنا هذا من قول الله عز وجل الذي أوتي علمه من الكتاب الذي استطاع أن يخرج وأن يأتي بعرش ملكة سبأ في لحظة طرفة عين. كيف يعني طرفة عين؟ يعني كان العفريت والذي أوتي علم الكتاب كلاهما كانا في الشام، معناه أنهم سيتحركون عبر الدول والقرى والمسافات والصحاري، ينتقلون من الشام إلى السبأ ويدخلون المملكة ويدخلون القصر ويحملون العرش ويخرجون من العرش بذلك من ذلك القصر من غير أن يتحرك شيء من القصر، يعني لا تتكسر لا طابوقة ولا يضيع حتى الشرشف اللي في العرش، حتى قال وإني علي لقوي أمين، قوي أمين أقدر أجيب العرش وحدي، فأنا قوي وأمين لا خرزة ولا فضة ولا وسادة ولا شرشف يتحرك من كانه أجيب لك إياه قبل أن تقوم من مقامك. هذا المقدار. قال الذي أوتي علمه من الكتاب لا 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 ما تكلف عمرك، أنا أجيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أتحرك من الشام بسرعة هائلة إلى اليمن سبأ وأخذ وأدخل هناك، قال لك الحرس قاسين الحرس هو العرش خارج، وأخذ العرش وأتحرك من هناك بسرعة هائلة وأتي به هنا وأدخل حتى قصر سليمان عليه السلام، عاد من الباب من الدريشة من فوق السطح، المهم أجيب لك إياه هناك قدامك شوفه قبل أن يرتد إليك طرفك. حتى الآن في أوروبا عندهم الآن يفكرون كيف ينقلون الإنسان، أو سابقا كانوا يفكرون كيف ننقل الورقة فاكس، والحمد لله هل اللي ينكرون بعض الأشياء يقول لك هذا لا ما يستوي، كيف يستوي كرامات ما كرامات، وصار كثير من الناس ينكر الأشياء التي حرمه الله منها، تعرف يعني محروم هو محروم من شيء فينكره، يعني مثلا ما يخشع في صلاة بحياته ما يخشع ما يفهم حتى ما معنى الخشوع، فلذلك لو قيل له إن شيء إنسان لما يخشع كيف يكون أنه لا يشعر من حوله ولا يعرف ماذا حدث، قال مستعين، تعرف ليش؟ لأنه لم يذق مرة واحدة حلاوة الخشوع. وكذلك ينكرون أشياء، أنا لا أتجاوز الحدود، أقول فيما يتعلق بحدود ما يمكن أن يمن الله به على عبده، فقلت أنا هلا الحمد لله في هذا الزمن، لأن هؤلاء لو كانوا قبل 200 سنة تأكد 100% أقول لك اليوم تأكد 100% لو تقول له أن تدخل ورقة هنا وتخرج لك في أمريكا خليك تضحك على من أنا بي عقل بي عقل كيف تخرج ورقة تسويها هنا نزيل عقبته أنت فيك عقل، لما أنا أصور هذه الصورة في هذا الجهاز ثم أرسلها نفس الصورة إلى جهازك ذاك أسوي لك كذا وتجي هناك مباشرة طبق الأصل، أي عقل اللي فيك أنت الذي حدد هذه المعلومة؟ تعرف ليش؟ لأنه رجل لا يؤمن بالغيب، يقول لا تحكم عليهم، لا يؤمن إلا بالمادة التي يراها ويسمعها ويحس بها، بحيث أن الشيء الذي غاب عن ذهنه أو عن عقله لا يمكن أن يستوعبه، ما يمكن يستوعبه، فلذلك ينكره، يقول لك مستعين، لأنه هو لم يرزق التلك، لكن الشيء الذي رآه، يعني أنت لو بالله عليك لو قلت حال واحد شايب قبل 200 سنة في النخلة، هناك في النخلة، قل الوالد بتكلم الوالدة، قال كيف تكلمها؟
أنا ما بين الكربة والخوصة والسلة، وقدامي عصبة أرطب. قال له: لا، في عندي كربة غيرها، تقدر تكلمها الوالدة. كيف أكلمها؟ فيمكن يعده البعض كان سحرا. قال: كذا سحرا. وهذا كان واقع معنا في عمان، أدركنا بعض الشياب الذين كانوا يعدون الراديو سحرا، كان يعدوه سحرا، حتى كان واحد منهم يقول: هذا جني مربوط داخل، مرة يرقص يغني، مرة يقرأ قرآن الصبح، يوم يقوم من قادر. المهم كانوا يتصورون هكذا، حتى قال القائل من العلماء إنه حرام. قال: ليش؟ قال: لأن هذا معذب، الجني داخل، مرة تسمعه يضحك، مرة يحول نفسه حرمة، مرة رجال، مرة يقرأ قرآن، ما يصير تعذبه، قاضينا في الحديدة. هؤلاء نفسهم ينكرون ما لم يرزقهم الله، فيقول كذا مستحيل، لا يمكن. وكذلك لو كان هذا الفاكس قبل 200 سنة وهم كانوا موجودين قبل 200 سنة أو 300 أو 400 سنة لأنكروه يقينا حتى يروا بأعينهم. وهذا هكذا دواليك. فبدأنا نتحدث عن العلاج، حتى قال قائل: هذا لم يرد لا في السنة ولا في القرآن. عندنا نحن في زمن يحسبون كل صيحة عليهم، أي واحد يتكلم موضوع كل عبارة يحتاج أن تدرسها جيدا، لأن كل واحد يفسرها بما يريد. قد تكون تقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال: شو كيف؟ أكيد يقصد إن الشباب ذئب والحرمة شاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث، قال: ها، طلعونا على الحديث. وللأسف سامحوني أقول، نحن كثيرا ما نخرج ليس طلاب جامعيين، للأسف أستطيع أن أقولها على الهواء، نحن نخرج جيلا يعرف القراءة والكتابة فقط. يعني من حيث المعلومات، معلومات من يقرأها ويعرف يقرأ ويكتب يستطيع أن يتحصل عليها، لكن أن يرتفع بعقليته، بأخلاقه، بآدابه، بسلوكه، بما تعلمه يكون واقعا في حياته، للأسف الكثير لا يفعل ذلك. ولهذا مهم أن نكتب في جميع الاستبيانات، لا تقول إعدادي ثانوي كذا يقرأ ويكتب، سيقرأ ويكتب قد يكون جامعيا، والواقع هو الذي يشهد بذلك. هو يقرأ ويكتب، لكنه المعلومات اليسيرة عن دينه لا يعرفها. تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا أول مرة. طيب، أول مرة لأنك أنت الذي لم تقرأ ولم تطلع، ليس هذا هو الذي الحكم، أنت لست حكما أو قيما لأجل البيان. واليوم قد يكون شيء مفاجئ من المفاجآت فيما يتعلق عن القرآن بين العلاج أو بين الشفاء والعلاج، ونجعله في الأخير إن شاء الله. لكن أريد أن أبين قضية أن القرآن علاج، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن لهذه الأمة لأجل هدايتها والاهتداء بها وطريقة للاستعانة بها. حتى لما جينا وقرأنا قصة سيدنا أيوب عليه السلام، عندما يقول ويخاطب الله عز وجل: مسني الشيطان بنصب وعذاب، فأمره الله، قال: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. لما جاء الأطباء الآن ليحللوا هذا الأمر وجدوه حقا أنه يشفي ويعالج، فكان كأنها بداية
لكثير من الأطباء أن يبحثوا عن أشياء طبية بالقرآن الكريم. من عجائب الأشياء أن واحد من الألمان الأطباء أسلم لما علم معلومة في القرآن الكريم عند قراءتهم لقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. قال وقف هناك وأسلم، ولم يعرف هؤلاء الذين كان حولهم الأطباء قضية إسلامه إلا بعدما نطق بالشهادتين. هنا قال أنا أريد أن أسلم، كيف نطق بالشهادتين وأخبرهم؟ إيش هو؟ لما سمع أحد المسلمين يذكر أن في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل الزيتون 7 مرات والتين لم يذكر إلا مرة واحدة، والأطباء الآن عندما يضعون أقراص الأدوية الحبوب في وضعهم للزيتون والتين يحتاج 7% يكون، أو نقول 70، أو يعني يكون 7 مقابل 1 من التين. يعني خلاصة وعصارة الزيتون 7 ومن عصارة التين 1 ليجمعوا قرص واحد أو دواء واحد. قال من أين لكم أن تأتوا بهذه المعلومات وهذه الأشياء فيما يتعلق بالجنين العلاقة والمضغة ونحو ذلك، وجدوا في القرآن الكريم أيضا ونحو ذلك، وهذا الذي تحدثنا عنه أيضا في رقم 2 في هذه الدروس أو هذا اللقاء.